متفاجئه مو مستغربه. انت طبعا جبتيها وياك بس انا بقيتها من عندك حتى نفاجئك بها. طبعا بسمه بنتك. هاي بسمتي حبيبتي. شو تقولين لماما؟ انت ليش هاي تعصبين هواي؟ حمله عليك البنيه. لا ماما يعني انت تحبيني مو؟ تحبيها الماما؟ بابا اكثر. حمله عليك البنيه. حظي. حيل بس سمى اليوم ما راح تباتي. لا ماما روح لابوك. انا جايبها اذا نفاجئك بها بس الظاهر المفاجاه صارت. الله شلون هاي؟ ليش ماما حبيبتي؟ ها بس شنو انا ايش بيا ليش ما تحبيني هوايه مثل بابا؟ تحبين بابا اكثر؟ بابا يدلني انت مدلني. شو اسوي لك انا؟ ما ادري حكيتي صح انت القسوه هاي. شنو اسوي لك؟ هاي اقول لك سوي شو بدي مسوي؟ اقول بابا اشتري لي لعبه اشتري لي. مصلحه حب مصلحه. اذا زين والدراسه؟ دراسه مو كلش. يعني شنو مو كلش؟ تلح عليك بالدراسه مو هوايه؟ اي وساعه بيش تنام؟ حقك ما تحبك. والايباد قولها ايش وقت كم ساعه تطقش يا ساعه؟ ماكو ايباد اصلا. نظام عمي حقها ابني. انا جايبها اليوم تطلع حرقتها بالنيابه عن اخوها. بس شوف ابوها يعني. تحب ابوها اكثر لان ابوها شو تقول له؟ عزيز وبعيد يقولها امر. زين اي بس هاي اول مره تطلع على التلفزيون. شو تقولين لماما من صدق هسه عوفي ذاك الشقه؟ شو تقولي لها فديتشي رساله وجهي لها لماما؟ يعني هاي انت ليش ما تعطيني هواي الايباد؟ وانا ما رضيتي. يا طلبتي الايباد ما راح تخلص. زين تحبيها الماما؟ اي ثاني وصلت. ايش راح اسوي اليوم؟ يلا شكرا جزيلا بسومه. يلا حبيبتي يعني انا اكمل ويا ماما. لا لو ما مستضيفه تحب ابوها واني مو. شوفي بس زين. لا البنيه صريحه مثلك طالعه بالوجه. ايش راح اسوي بها؟ خطيه. الله يساعدك.